أهلا بكم من جديد. كشف تجمع أحرار حوران عن خطة لزيادة أعداد معامل الكبتاغون جنوب سوريا والتي تديرها ميليشيات تابعة للنظام بالتزامن مع بدء القوات الروسية منذ نحو 10 أيام بتسيير دوريات مراقبة على الخط الحدودي جنوبية محافظة السويداء بالتزامن مع بدء فصل الشتاء الذي يشهد ازديادا في عمليات التهريب نحو الأردن. ملف المخدرات يزدهر جنوب سوريا أحد أبرز بؤر تصنيعه وتصديره في المنطقة. تجمع أحرار حوران كشف عن خطة لزيادة أعداد معامل الكبتاغون في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة جنوب سوريا التي تديرها ميليشيات إيرانية وأخرى تابعة للنظام، حيث يتراوح عدد المصانع هناك حاليا بين 18 مصانع آلية ونصف آلية بقدرة إنتاجية قد تصل إلى أكثر من 10 ملايين حبة شهرياً. أما هدف الخطوة فهو تخفيف أعباء النقل والشحن، وذلك لقرب هذه المناطق من الحدود مع الأردن، حيث تعتبر المنطقة النافذة الأولى لتهريب المخدرات إلى دول الخليج. كما أن زيادة هذه الصناعة الممنوعة زاد نسب المتعاطين محلياً وأعداد العاملين في التهريب. على الحدود ذاتها بدأت القوات الروسية منذ نحو 10 أيام بحسب شبكة السويداء 24 بتسيير دوريات مراقبة على الخط الحدودي جنوب محافظة السويداء، منها دورية مؤلفة من 3 عربات روسية شوهدت قرب قرى خربة عواد والعانات وخازمة. تأتي هذه الدوريات بالتزامن مع قرب فصل الشتاء الذي يشهد نشاطا في عمليات التهريب عبر الحدود. الشبكة لفتت إلى أن الخطوة الروسية في حال كان هدفها مراقبة المنطقة الحدودية فهي استعراضية وغير مجدية في مكافحة عمليات التهريب، لا سيما أن عصابات المخدرات تتبع تكتيكات وأساليب معينة في التهريب وتعمل بغطاء من جهات أمنية تابعة للنظام تسهل حركتها. وربما تكون الخطوة الروسية عند الحدود منسقة مع الأردن الذي بدأ بالتعامل بمزيد من القوة مع عصابات التهريب، حيث تشهد المنطقة الحدودية إطلاق نار كثيف وشبه يومي من حرس الحدود الأردني في عمليات تمشيط عند الاشتباه بأي تحرك. ينضم إلينا الناطق باسم تجمع أحرار حوران من عمان عامر الحوراني. مرحبا بك عمار. إذن تجاوز الرقم بحسب الصحف الأجنبية عتبة 7 مليارات دولار للإنتاج في الكبتاغون، سواء التصنيع أو التهريب إلى دول الجوار. كيف تجري عمليات التصنيع والتهريب تلك؟ نعم، أهلا بك يارا وبكل السادة المشاهدين لتلفزيون سوريا. طبعا عمليات تهريب والتسلل باتجاه الأردن وبالنسبة لعمليات تهريب المخدرات أيضا، هذه العمليات زادت بشكل ملحوظ جدا منذ سيطرة نظام الأسد على محافظة درعا في تموز 2018، بالإضافة إلى تغلغل الميليشيات الإيرانية في الجنوب السوري في محافظات السويداء ودرعا خصيصا مع محافظات القنيطرة على الحدود أيضا والقرى القريبة محافظة درعا هناك بقرب من الحدود الأردنية السورية. إذن هذه المحاولات زادت، وفي الفترة الأخيرة خصوصا خاصة في العام الجاري مع تصعيد لهجة الخطاب الأردني ضد هذه العمليات التي وصفتها بأن هناك مجموعات غير منضبطة من القوات التابعة للنظام السوري وأيضا من ميليشيات تتبع لإيران تشرف على هذه عمليات التهريب من خلال الحدود السورية الأردنية ومن خلال مناطق مختلفة على طول الحدود من محافظة درعا إلى محافظة السويداء أيضا التي هناك يعني تحد الأردن من الجهة الشرقية من الحدود الشرقية الشمالية للحدود الأردنية. ما الذي فعلته الأردن؟ يعني ما هو ردة الفعل الأردنية على تلك التقارير الأخيرة، سواء تقرير دير شبيغل أو يعني كل التقارير، حتى نيويورك تايمز أصدرت تقارير عن هذا الموضوع. ما هو ردة الفعل الأردنية خاصة بعد تدخل الروس في المنطقة لردع هذه التصرفات؟
طبعا اسمح لي أن أشير في البداية أن التدخل الروسي وأن هذه الدوريات ما هي الاستعراض للروس في الجنوب السوري، إذ أنه لا يعني أثر فعلي لهذه التحركات الروسية على الحدود مع الأردن، ولكن بالنسبة للأردن فإن ضبط الحدود والرقابة زادت بشكل كبير من قبل الجانب الأردني، وخاصة أن عمليات التهريب إحباط هذه العمليات وعمليات التسلل والتهريب ازداد بشكل ملحوظ من الجهة الأردنية، وخاصة في اليوم تم إحباط أحد العمليات حيث تم ضبط أكثر من 800 ألف حبة كبتاغون مخدرة على الحدود السورية الأردنية، وتم إصابة أحد المهربين. أيضا تم إحباط محاولتين سابقتين خلال الشهر الجاري قبل عدة أيام في اليوم الرابع من الشهر الجاري يوم الثلاثاء الفائت. نعم عامر، أنت كنت معنا كذلك قبل أيام. نحن لا نتحدث هنا فقط عن الفلتان الذي تعيشه المنطقة من ناحية المخدرات، بل فلتان أمني يشمل جميع نواحي الحياة، وكنت معنا في نشرات سابقة وتحدثت لنا عن الانتهاكات التي تحدث اليوم وعمليات الاغتيال وكذلك الإعدامات الميدانية على حواجز النظام. كيف هو الوضع الآن؟ نعم صراحة إن عمليات الاغتيال، عمليات الفلتان الأمني بشتى أنواعها مستمرة في محافظة درعا. اليوم هناك عمليتي اغتيال حصلت في محافظة درعا، إحداهما في درعا البلد والأخرى في قرب مدينة الحراك على الطريق الواصل إلى بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي. تلك العمليتين استهدفتا، إحداهما استهدفت عنصر سابق في الجيش الحر وحاليا لا يتبع لأي جهة، لم ينضم لصفوف النظام بعد إجرائه التسوية، وأيضا الأخرى استهدفت أحد عناصر الجيش الحر السابقين ولكن أصبح بعد إجراء التسوية يعمل لصفوف الأمن العسكري وأيضا في تجارة المخدرات في منطقة درعا. إذن عمليات الفلتان الأمني مستمرة وبتسهيل مباشر من قبل النظام وبإشراف تام من قبل ميليشيات إيران التي تشرف على عمليات الاغتيال، بالمقابل أيضا تشرف على عمليات التهريب، تهريب المخدرات التي تعتبر مصدر الرزق ومصدر الدخل الوحيد لهذه الميليشيات. بالمقابل كيف هو الشارع اليوم في درعا، الغليان الشعبي، ماذا عن الأهالي، يعني كيف يترقبون كل هذا؟ نعم صراحة هناك التخوف يزداد بشكل كبير بسبب هذا الفلتان الأمني. هناك يعني زيادة أعداد الهجرة من الشبان في محافظة درعا وفي كافة محافظات الجنوب السوري، وهذا ما تم الإشارة إليه ولاقى صدى كبير في الأيام الأخيرة وفي الأسابيع الأخيرة في الجنوب السوري، إذ أن هناك العشرات بل المئات من أبناء الجنوب السوري وصلوا إلى أوروبا وإلى المناطق هناك. نعم ومن خلال عامر. إما ليبيا أو مختلف الطرق التهجير. شكرا جزيلا لك الناطق باسم تجمع أحرار حوران، كنت معنا من عمان عامر الحوراني. شكر موصول لكل من كان معنا ومتابعنا بحلقة اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.